قومي روحي على شغلك، اقعدي بالبيت ما بفي. مش رح انتقل من البيت طالما الاستاذ هون. خايفه على البيت؟ والله اللي بيسمح لنفسه انه يحتل البيت مش بعيد انه يسرقه. يسرقه لهالدرجه؟ يا امي انت ما بتعرفيه، انا بعرف. مرامك بتعرفيه، صرتي انت المسؤوله عن كل هالمشاكل يلي وقعتينا فيها. الله خليك امي، بلا محاضرات عند عبكره. اصطفلي، انت فوتت الدب على الكرم وانت بدك تظهري. عفيفه افتحي الباب. اتركي عفيفه، انا فايتي لجوا بفتح الباب بطريقي. صباح. كيفك مدام؟ الله يسلمك. ستين موجودة؟ ايه نعم مدام، تفضلي. اهلا اهلا ست علي، اهلا وسهلا. تفضلي. دخيلك يا بنتي، ما قلنا غير الله وانت. خير ان شاء الله، شو في؟ ست ظريفة طلعتنا اليوم من المدرسة بالقوة، وأنا وابني مرميين بالشارع. وأنا بشو بقدر ساعدك ست علي؟ أنا بعرف إنه أنت الوحيدة اللي بتسمع كلامي، بلكي يا بنتي بتحكيها شي كلمتين هيك، خلينا نقعد بالمدرسة لبين ما نشوف بيت نتوفى. هذا كلام حق يا ست عليا، بس انت لما تهجرتي من بيتك جيتي على المدرسة واخذتي صف من الصفوف والطلاب طلعوا هالصف هيدول انجبروا انه يتهجروا وروحوا على الصف الثاني. كلامك مزبوط، بس هلا نحن شو وين بدنا نروح؟ هيدي مشكلة. والمشكلة الأكبر إنه طلعتنا من المدرسة من دون ما تعطينا لا تعويض ولا خلو. كست عليا، هلا من كل عقلك بيطلع لك تعويض بخلو باليومين اللي قعدتيهم بالمدرسة؟ هيدا حقنا، هيك فهمنا الأستاذ إبراهيم. هلا إبراهيم قالكم إنه بيطلع لكم تعويض بخلو؟ وقال الإدارة دفعت لنا 10,000 ليرة والست ظريفة بلعتهم، الله لا يوفقها. إيه الله لا يوفق اللي قال لك كل هالكلام الغلط. كل المساعدات اللي إجتنا من الجمعيات كمان لفتهم وأخذتهم معها على بيتها. ابراهيم قال لك هيك كمان؟ الله يطول عمره، هو الوحيد اللي فهمنا الحقيقه. وحياتك وحياتك يا ست اذا انت شفت فرانك نحن شفنا فرانك. يا ست عليا بحب اقول لك انه ابراهيم كذاب، وكل اللي قال لك اياه كذب بكذب. كذب؟ ايه كذب، لانه لا الاداره دفعت فرانك ولا الجمعيات الخيريه بعتت حبه رز. ومعقول يكذب علينا؟ ما هذا رضعان من الكذب مع حليب امه. ليش لانه بده ينتقم من ظريفه ويحرج لموقفها. ست هند ما تأخذيني بهالكلمة، ظريفة مش نضيف لهالدرجة، والأستاذ إبراهيم مش كذاب لهالدرجة. ولو هلا مقتنعة بالكلام اللي قاله؟ معلوم مقتنعة، وحياتك لأتشكى على ظريفة وحصل كل قرش قبضته على ظهرها. طالما مقتنعة لشو جاي لعندي؟ الك بنتي بلكي بتساعديني هيك وبتجبري ظريفة يا تدفع لنا شو طلع لنا أو ترجعنا على المدرسة. أنا لقيت شو هو؟ أنا رح اندهلك لإبراهيم، هو يحل لك هالمشكلة. إيه دخيلك يا بنتي. خلص عن إذنك. الله يصطفل فيك يا ظريفي، يا آكل أموال المهجرين بالأيتام. واحد اثنين ثلاثة. أي حمار مش وحشي وحشي. تبقي داريني حبيبتي داريني. رخلة أهلا هنود. أنت ما فيك تعيش من دون ما تعمل مشاكل مع الناس. طب شو في عندك بكره هنود؟ بدل ما تجي بصباح الخير جايب مشهد أخبار. ست عليا برا. ما شاء الله جايت شقة علي. حبيبتي أنا مش فاضي أشوفها. مش فاضي؟ مش فاضي خلص، من اليوم ورايح زيارة المريض من الساعة 12 للساعة 2 وبس. وحياة الله. يلا عفو، يلا واحد اثنين. اسمعني أقول لك، لما بتحكي الست أنت بتسمع. مش معقولة مش معقولة. شو بدك حبيبتي؟ تفضلي قولي شو في؟ تفضل حل المشكلة اللي برا. أي مشكلة؟ أنت قايلها للست عليا إنه الإدارة بدها تدفع لها تعويض وخلو، والجمعيات الخيرية بعتت لها مساعدات وظريفة أكلتهم. وأنت مين قال لي؟ الست عليا هي اللي خبرتني. وإن شاء الله أنت قلتي لها لا. لا ما حرام عليك تعلق العالم بين بعضها كرمال كذبك. انت مين كلفك تتدخلي بالقصة؟ لكذبك يا كذاب. عفو مرني انت عني بلكي بصحي. اوكي. واحد اثنين. اوكي.
اهلا ست عليا. اهلا اهلا. الحمد لله على سلامة. الله يسلمك. وركي شو خبريني، على الآن انت وظريفة؟ وطلعتنا اليوم من المدرسة بالقوة. طلعتكم من المدرسة؟ بشرف إذا عرفت الإدارة حتخرب بيتك. وأكلت كل المساعدات اللي إجتنا من الجمعية. مش معقولة مش معقولة، شو نفس دنية هالست. شفت يا ابني شفت؟ لك وقعد صدقيها ست عليا. شو يعني وقعد صدقيها؟ لفهمها الحقيقة، إلا إنه الإدارة ما دفعت فرند من الجمعيات بعد شيء. حبيبتي أنا ما بقدر بغشها. ست عليا بتريدي أختك معي على الإدارة تتسمعي بنايكي وتشوفي بعينيكي؟ لك بتكون ظريفة قطعت الطريق وفهمت الإدارة، إذا سألت الست عليا قولوا ما دفعنا شيء. شفت إنه عم يكذب؟ أنا عم بكذب؟ أنا ما بكذب، ولازم ظريفة تطلع تدفع كل المصريات اللي قبضتهم. يا ابني أنا ما بدي لا مصاري ولا مساعدات، أنا بدي ترجعنا على المدرسة هالكم يوم يا عمي تنلاقي بيت نتوفي. ليش دشرتكم دشرتكم؟ وشردتنا. شردتكم؟ الله يبعث لمين يشردها يا رب أكثر ما هي مشردة. أنتوا شو عاملين هلا أنتوا بيرو؟ شو عاملين؟ بيرو بالمدرسة بعد ناطر الغراب. أنتوا الحق عليكم يا ست عليا، حدا بيتهجر بروح على المدرسة وبعطل صفوف الطلاب ولا هو يا ست هند؟ أنت كمان مع صريفة؟ لا أنا مع الحق. وهيدا هو الحق بنظري؟ إيه طبعاً. هلا اللي بيتهجر بروح على المدرسة وبيعطل صفوف الطلاب، واللي بيتهجر وبيجي بيحتل بيوت العالم وبيلزق على قلبه شو بيكون؟ بيكون بلا ذوق؟ عم تحكي عني عم تحكي عني هيك لكن؟ ايه ايه طيب ست عليا عيونك تروح جيب بيرو وكل اغراضكم وبتعوا تكونوا معي هون بالبيت. وين هون؟ هون حبيبتي بالبيت كبير علينا البيت. ليش هيدا البيت بيت ابوك؟ لكن بيت ابوكي انت؟ ست عليا ما ترد عليها، روحي جيبي الاغراض وجيبي الكيرو وتعوا بسرعة لهم. الله يطول عمرك، الله يبعد عنك ولاد الحرام. وجيبي كل العفش. الله يقويك، الله يقويك. ايه تعا لهون ولا بقص في عمرك وبخلص منك بعد. وركي الفوقاني وركي التحتاني. شوفي. شو جيبوا لهون؟ طب خليهم مشردين بالشارع لكن. ليه ما بتاخذهم على بيتك؟ إذا أخذتن عب... غريبة أنت، غريبة مش معقولة، إذا أخذتن على بيتي بيكسروا لي البيت. دخلاتهم هم بيكسروه؟ هم مش بيتي. أنت أكيد مجنون. وأنت أكيد ما في بقلبك إنسانية. بابا! ماما! شو بتعيطي لهم؟ بابا! بابا! شو في؟ شو القصة؟ بضل صوتكم طالع، ما بتخلوا الواحد يعرف ياكل لقمة على واحد من الصبح. تفضل اسمعوا. شو في؟ عيا وابنها دشروه من المدرسة وقال شو؟ بده يجيبهم لهون يسكنهم معنا. كيف؟ حرام حبيبي، شو بنخليهم يناموا بالطريق بالشارع؟ اسمع بابا، يا بتلاقي حل معه يا اما انا بعمل تصرف يوديني الي انا على الحبس وهو على الاخره. رهين صحيح يلي عم تقوله هند؟ صحيح، عمل انساني حبيبي. طيب يا ابني عمل انساني فهمنا وما اختلفنا احنا وياك، بس وين بدهم يسكنوا ويناموا وانت الاوضه اللي فيها الجا تأديك لوحدك؟ ما خليني انام باوضتي انا، في عندي حل ثاني انه يناموا باوضه هند اللي عم تنام فيها هند. شو؟ لكن ما بدي كانوا ناموا بالصالون؟ لا مش بالصالون ابدا، نحن عم ننام بالصالون. اخ يا راس اخ، لا انا طبقة صدري دخيل يا قلبي. طب دخيلكم راحت البيت دخيلكم. ما تخافي ما تخافي، الحركات اخذتها من ابوها. مين اللي قال لك؟ والله قالت لي المدام. ولك يا الله لما يوعد فضح مواقف. انت بدك اياها تصح وتقوم. ايه دخيلك دخيلك. فضوا لي الصالون بسرعه لانه الطلاب حيوصلوا بدهم يتعلموا. كمان؟ ايه كمان، وكمان عم فكر اني افتح فرع جديد هون، عرفتي كيف؟ يعني مدرسة ليلية بس خصوصي للستات. وين؟ هون بالبيت. عمو 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 جيبوا لها مي زهر لأنه هلأ غطى قلبه عن صحيح. بونجور مادموازيل افو. افو؟ اسمي عفو حبيبي عفو مش افو. وينو استاذ بحروم؟ بغطه تفضل.